اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بغيت نشارك معكم هذا الفلوغ ديال اليوم اللي حصلت فيه حصلة خايبة. كون ما الزوج ديالي ساعدني في ترتيب هاد الورقة ديال البريوات، كون ما نقدرش عليها، لان اصلا جبنا واحد الورقة ديال البقلاوة. هيا نوريها لكم هنايا، هي هادي، لكن ما ساعدتنيش في الطي، كتنشف بسرعه وهي هذيك الزوج ديالي هو اللي ساعدني وقادها، هو اللي دابا تيصيفيها. يلا شوفوا العندليب علاش كاد، يلا ما تضحكوش علينا. رحنا اليوم قلنا زعما نصيبوا شويه البريوات. ايوا كانت العمليه من جهتي انا فاشله، فشل ذريع حتى عتقني هوايا. يلا قول شي كلمه سي العندليب، شنو كدير دابا؟ البريوات. ها البريوات، البريوات زيد مهمه. درا النص راه سالينه نص، ومازال دابا الباقي حتى هو غادي نكملو ان شاء الله. يلا شوفوا الحداقه وشوفوا الكورونا اش كتخرج. ها هو الزوج ديالي تا هو دخل الكوزينه، لكن الواحد خاصو غير التمرين. دابا من الاولانيين ما صدقوليش حتى انايا، ومن بعد شفت اليوتيوب واحد السيده اللي دارتها في اليوتيوب، عرفت التكنيك ديالها كيفاش، وهي هذيك صايبت بحالها هكذاك وصدق. يلا دابا ورينا الطريقه ديالتك. تيقول هكذا كي جوج ثلاثه ديال الصابع ديال العرض. هاد العرض هذا ديال 3 سنتيمتر، انا غادي نقول لكم 3 سنتيمتر. 3 سنتيمتر، تبارك الله عليك. وانت غادي هكذا كي حتى قطعهم كاملين. هاد الورقة هادي دابا تتجي 10 د الوحدة تيجيو. تقريبا مالفة البريوات، وراه نتوما موالين الخير. كيجيونا كلشي من المغرب، يجينا سلو، يجيونا البريوات، املو، العسل، الحار، كلشي يجينا. ايه ولكن مع هذا الحظر ديال الكورونا يعني صدقنا حاصلين. بعدا سلو راني صايبتو جهائل بالطعم ديال سميتو النوازيت، واحد المكسرات اخرى حتى هي جا المذاق رائع. ودابا قلنا نديرو شويه البريوات، لكن هاد الورقه ما عرفتش ليها. هي هذيك عاد باش جا الزوج ديالي هو اللي خصاصه ديال الزعامه، الواحد يزعم ونجيبها هي هذيك. انت غادا واخا راه كتهرس، لكن حاولنا اننا درنا الزبده بس باش تبقى طريه. من بعد تديري هادي، نورمالمون تدخل هنايا، ولكن دابا حتى تتقرض تنديرها غير من الفوق هكذايا. فوالا صافي، برافو عليك. دابا غادي نوريكم النتيجه الاخرى بلاتي نشوفوا هنايا. ها هي النتيجه ديال الزوج ديالي كيفاش دارها. هاهي راه قاده تبارك الله عليه، حادك حادك. يلا نكملوا الاخر، وهانتوما معنا حتى لاخر الفيديو.